رب عالم خالق للأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان، صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سخي البتان. بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الغاد الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير السحاب وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وذكاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه، وضمه إلى حضرته البهية وأناه، وأعطاه حتى أرضاه، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب العليم الفتاح، والذي أنزل على النبي زين الملاح، بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الطاروطي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروط مركز زقازيق في محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا إلينا مرجعهم فأنت
ومن كفر فلا يحزنك كفر. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الولي القدير. بسم الله ما شاء الله. طيب عليك يا محمد. لله ما في السماوات والأرض. عليك. لله ما في السماوات والأرض. إن الله هو الولي
وليبت عليك يا سيدي. طب ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام Thank you.
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو القادر
وأن الله العلي الكبير. هذا جل شأنه. الله أكبر. سبحان الله. الله على النت. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ الله خطير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. السلام. الله أكبر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. يا دكتور. الله أكبر. يا سلام. يا سلام. متهيألي في تلت. متهيألي في تلت. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
يا ربكم واخشوا يوما يا صدق الله.
والله لقد صدق القائل قرآنا يخرج من القلب إلى القلب. ذهى النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعد خطا مغردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الطاروطي، علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي، وقاري الاذاعه والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروط مركز قازيق بمحافظه الشرقيه، وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحليه اداره الحاج محمد الخولي، والمقيم بالعوزجه مركز هيهيا بمحافظه الشرقيه، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤه قصور ضيافه المتنقله وكبرى مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي، والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، يطلب تليفونيا 228-39-91. وشكر الله سعيكم جميعا.